مرحبا. من فترة انتشر افكت جديد شفناه بالكثير من الميوزك فيديوز على انستغرام على فيسبوك. اليوم خصصت هيدي الحلقة كرمال فرجيكم كيف اعمل هيدا الافكت بابسط طريقة ممكنة على افتر افكت. هيدا فيديو كليب عامله نصيف زيتون. بنشوف نحن اليوم كيف هدول الافكتات المعمولين منهم مرسومين بالبراش فعليا يعني، بس حفرجيكم كيف نحن بنقدر نسويهم هيدول فريم باي فريم. حفرجيكم اليوم هذا الفيديو اللي انا عرضته قبل. هذا الفيديو كيف انا عملت براش حوالين العوينات وعم يلف حواليها، اللي هي نفس الطريقة ونفس التكنيك اللي اعتمدوها المشاهير بفيديوهاتهم. اول شغلة لازم نسويها لازم نعمل نحنا رايت كليك نعمل بريكومبوز. بريكومبوز هي كرمال اذا انت كنت عامل افكتات قبل بالفايل البريمير تاعك وحطيته بالافتر افكت. يمكن انت تكون لاعب بالسبيد اندوريشن، بس تكون انت عامل سبيد اندوريشن بالبريمير رح تيجي تشتغل انت افكت على افتر افكت ما حيزبط معك الافكت، لانه صار عدد الفريمات غير عدد الفريمات اللي انت فتحها بهيدي السيكونس. والبري كومبوز بنختار نحن الاوبشن رقم 2 اللي هي موف اول اتريبيوتس. بدنا ننقي نحن باي فريم بدنا هيدا الافكت انه يبلش. اخترت انا هيدا الفريم، نكبس على البارت اللي فوق اسمه لاير، بنرجع بنكبس على كبسة براش بيطلع لنا مثل صفحة جديدة اسمها بينت على جنب. بالبينت احنا في عنا كذا اوبشن بالديوريشن. بالديوريشن بس نفتحها بين في عنا كونستنت رايت اون سنجل فريم وكوستم. بدنا ننقي سنجل فريم. سنجل فريم معناتها انه بكل فريم نحن بنقدر نحط الافكت البراش تاعنا بكل فريم لحال. كونستنت معناتها انه بكل الفيديو بيضلوا ثابت. وفي كمان اوبشن بتخلينا انه احنا ننقي السايز تاع البراش اللي احنا بدنا اياها. انا هون حغيرها من 13 ل 9. هلا نبلش نحن نرسم حوالين الشيب اللي بدنا اياه. مش ضروري هلا الشيب نحن نرسمه بطريقه كثير بيرفكت وكثير هيك زيح، يعني ما هو حيمرق فريم واحد. نحن كل 24 فريم بيطلع عنا 1 سكند. كل خط نحن بنرسمه هو على فريم واحد. نرجع ننتقل للفريم اللي بعده، نرجع نرسم خط تحته شوي، نرجع الفريم اللي بعده خط كمان تحت شوي، بنضل نعمل هيك لحد ما نخلص نحن الرسم. إذا انتبهتوا أنا ما كتير عم دقق على كيف اللاين جالس أو مش جالس، لأنه حيمرق بس فريم واحد. في مجال توقف سؤالي؟ بدي أعرف اشرح. ما خلص ما فهمنا إنه ليه مستعجل؟ شو في عندك حتى؟ شو ليه مستعجل؟ أنت كتير بتلعب، ما فيك تضل هيك، في عالم ناطرة هون، مش هتقطع عنتها انك بس تقعد ناطرتك على اليوتيوب، لا مش هيك الموضوع. بعدني رولينج انا وحتفول الميموري، اسرع في مجال. وكل ما نحن نزيد عدد البرشات اللي نحن عم نرسمهم، كل ما صار في عنا وقت اكثر لهيدا الافكت انه يبين. بس انا شايف انه هلا هي مرت كثير بسرعه، فاللي حاعمله انه هلا حاعيد الرسم من اول وجديد بمحل ثاني كمان نطولها نحن. نحن فينا كمان جوات اللاير نكبس على الافكت، بنلاحظ انه كل براش راكبه على فريم واحد. هلا نفس الشيء حارجع انا ارسم حوالين العوينات. هالمره انا حكتر البراشات اكثر، بنفس الوقت حكتر يعني الفريمات. وهيك كانت النتيجة اللي نحن عملناها. فيكن انتو قديش لكم خلق انكم تعملوها تعملوا افكتات احلى منها. شوفكن فيديو جديد. نسينا اهم شغلة،
ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لنا لايك وكومنت إذا في عندكم أي استفسار أو أي سؤال. لاقونا بفيديو جديد الجمعة الجاي إن شاء الله، هعلمكم شو يعني ماسكينج. نشوفكم الجمعة الجاي، باي باي.